نحيا نحن أيضا في سيرة هادئة ساكنة، ونوجد في كل تقوى وكل عفاف بك. اذكر يا رب بطريركنا الاب المكرم البابا المعظم الانبا شنود الثالث عن حياه وفي امابينا المكرم رئيس الكهنة البابا الانبا شنود الثالث، لكي المسيح لنا يحفظه لنا حياته سنين العديدة واسمنا السالمة ويغفر لنا خطايانا. حفظا احفظه لنا سنين كثيرة وازمنا سلامية مكملا رئاسة الكهنوت المقدسة التي ائتمنته عليها من قبلك كإرادتك المقدسة الطباوية. اذكر يا رب الأساقف الأرثوذكسيين الذين في كل موضع اطلبوا عن أبائنا الأساقف الأرثوذكسيين الذين في مواضع المسكونة كلها والقمامس والقصوص والشمامسة وكل طغمات الكنيسة، لكي يحفظهم المسيح إلهنا من كل شر ويغفر لنا خطايانا. والقصوص والشمامسة والإبودياقونيين والأغنصصيين والمرتلين والقراء والرهبان والعزارى والأرامل والأيتام والنساك والعلمانيين والمتزوجين ومربي الأولاد الذين قالوا لنا أذكرون والذين لم يقولوا، الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، أعداءنا وأحباءنا، اللهم ارحمهم. اذكر يا رب بقية الأرثوذكسيين الذين في كل موضع من المسكونة. لكي المسيح لنا يثبتهم في الإيمان الأرثوذكس ويحفظهم من كل شر جميع أيام حياتهم ويغفر لنا خطايانا. اذكر يا رب هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة أبائنا الأرثوذكسيين. اطلبوا عن طمأنينة هذا الموضع المقدس وكل موضع وكل دير لأبائنا الأرثوذكسيين والبراري والشيوخ السكان فيها وطمأنينة هذا العالم أجمع معا
لكي يحفظهم المسيح إلهنا من كل شر ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم وكل مدينة وكل كرة والكرة وكل بيوت المؤمنين، واحفظنا كلنا في الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير، لأن هذا وحده هو رجاؤنا. اذكر يا رب القيام ها هنا والمشاركين لنا في الطلبة. نبوء عن القيام في هذا الموضع المشتركين في الطلبة معنا، لكي يحفظهم المسيح لنا ويحرسهم ويقبل إليهم طلباتهم ويرحمهم ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم ابانا واخوتنا وبقيه الذين في كل موضع من المسكون، احفظهم ويانا بمعسكر القوات المقدسه، ونجنا من سهام إبليس المتقد نارا وكل المصائد الشيطانية ومن فخ المجد الباطل. اذكر يا رب كل الذين أوصونا أن نذكرهم. اطلبوا عن كل الذين أوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا، كل أحد باسمه لكي المسيح إلهنا يذكرهم بالخير في كل حين ويغفر لنا خطايانا. في صلواتنا وطلباتنا التي نصنعها إليك أيها الرب إلهنا كهذا الوقت الذي لهذا القداس الطاهر الذين نذكرهم كل حين، والذين في فكر واحد واحد منا، وتذكارهم الذي صار الآن، فليكن لهم مثل سور ثابت غالب لكل مضرات الشياطين ومؤامرة الناس الأشرار. اذكر يا رب نفسي الضعيفة الشقية وامنحني أن أفهم ما هو عظم قيامي أمام مذبحك المقدس، واقطع عني كل لذات الجهل والصبا لكي لا يكون لي هذا ثقلا في جواب يوم الدينونة المرهوبة. نجني من كل أفعال القوات المضادة، ولا تهلكني بأسامي ولا تغضب إلى الأبد فتحفظ لي شروري، بل أرني أنا أيضا صلاحك فيا، ونجني أنا غير المستحق ككثرة رحمتك علي. لكي أباركك كل حين إن جميل حياتي.
اذكر يا رب هذا الكهنوت المقدس الذي لا كام. اطلبوا عن هذا الكهنوت المقدس وكل الرتب الكهنوتية الأرثوذكسية لكي يستجيب لهم المسيح إلهنا ويحرسهم ويقويهم ويرحمهم ويغفر لنا خطايانا. وكل الرتب الكهنوتية الأرثوذكسية وكل شعبك الواقف أمامك اذكرنا نحن أيضا يا رب بالمراحم والرأفات وامحو آثامنا كصالح ومحب البشر. اللهم شاركنا الحلول معنا لنخدم اسمك القدوس. يا رب ارحمنا. تفضل يا رب أهوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها. ثمرات الأرض والشهر القرون وكل شهرة مثمرة في كل المسكونة لكي يبارك المسيح الآن ويكمل سالمة بغير آفة ويغفر لنا خطايانا. أصعدنا كمقدار كنعمتك فرح وجه الأرض ليروح حرصة ولتكسر أسمارا أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. اذكر يا رب صعيد وقرابين وشكر عبيدك الذين يقربون كرامة ومجدا لاسمك القدوس. اطلبوا على المهتمين بالصعيد والقرابين والبكور والزيت والبخور والسطور وكتب القراءة وأواني المذبح لكي المسيح إلهنا يكافئهم في أورشليم السماية ويغفر لنا خطايانا. اقبلها إليك على مسبحك المقدس الناطق السماء رائحة بخور تدخل إلى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين. وكما قبلت إليك قرابين هابيل الصديق وذبيحة أبينا إبراهيم وفلسي الأرملة هكذا أيضا نزور عبيدك اقبل إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين
أعطيم الباقيات عوضا عن الفانيات السمائيات. أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر لا تتركه معا. أباؤنا وإخوتنا الذين راقدوا إذ أخذت نفوسهم نيحهم ذاكرا أيضا جميع القديسين الذين أرضوك منذ البال. أبائنا الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثار القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم والقديس يوحنا الصابغ المعمدان والشهيد والقديس استفانوس أول الشمامسة وأول الشهداء والقديس مرقس الرسول الطاهر الإنجيلي والشاهد والبطريرك القديس ساويروس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس وابانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا والثلاثة أنبا مقار القديسين وابانا الأنبا يحنس وابانا الأنبا بشوي وابوينا القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا والقوي الأنبا موسى وابان الأنبا بخوم أبي الشاركة وابان الأنبا شنودة رئيس المتوحدين وابان الأنبا نوفر الساح وابان الأنبا صموئيل المعترف وكل مصاف قديسيك إننا يا سيدنا لسنا أهلا أن نتشفع في طوباوية أولئك الذين رقدوا بل هم القيام أمام منبر ابنك الوحيد ليكونوا عوضا عنا يشفعون في مسكنتنا وضعفنا كن غافرا لآثامنا من أجل طلباتهم المقدسة
ومن أجل اسمك القدوس المبارك الذي دعي علينا القارئون فليقول أسماء بين البطارق القديسين الذين رقدوا الرب ليح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. اذكر يا رب أباءنا القديسين الأرثوذكسيين وسلسا فالذين سبقوا فرقدوا هؤلاء الذين فصلوا كلمة الحق باستقامة. وأعطنا نحن أيضا حظا ونصيبا معهم ذاكرا أيضا هؤلاء الذين نذكرهم في يومنا هذا وهؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل نيح نفوسهم جميعا في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتناود في نور قديسيك في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام تمكان هكذا يكون من جيل لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك
وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس السلام لجميعكم لروحك أيضا وأيضا فلنشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركات وصعود أسرار الإلهية غير الميتة الجسد المقدس اسكت لجسدك المقدس والدم الكريم اللذان لمسيح الضابط الكل الرب إلهنا السلام لجميعكم ولروحك أيضا أنت هو الله الرحوم مخلص كل أحد الذي تجسد لأجل خلاصنا الذي أضاء لنا نحن الخطاة صام عنا 40 يوما واربعين ليلة بسر الله ينطق به إليه
الذي أنقذنا من الموت وأعطانا جسده المقدس ودمه الكريم لغفران خطايانا، الذي كلم الجمع وتلاميذه القديسين ورسل الأطهار قائلا: هذا هو خبز الحياة الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المنى في البرية وماتوا.